وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. حديث ابن عمر هذا يبين مسألة مهمة، وهي مسألة رؤية هلال رمضان، مسألة رؤية هلال رمضان، وهو يضع الأسس الأساسية أو الطريقة المعتمدة أساسا في إثبات رؤية الهلال، فيقول: إذا رأيتموه فصوموا، معناه أن رؤية الهلال من مثبتات دخول شهر رمضان، وكذلك أيضا رؤية هلال شوال من مثبتات انتهاء رمضان. لذلك قال: إذا رأيتموه فصوموا، معناه إذا رأيتموه أي هلال رمضان، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، معناه إذا لم تروه فأقدروا وارجعوا إلى التقدير. وهذا الحديث فيه ما يدل على الحساب، لأن التقدير راجع إلى الحساب. وحديث مسلم أيضا أوضح بذلك، قال: فاقدروا له 30، معناه قدروا أن الشهر قد تم، وحتى في بعض الروايات: فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فأتموا عدة رمضان 30 يوما، وهكذا. وهناك خلاف قوي جدا بين العلماء في إثبات الهلال بالحساب أو بالأجهزة الحديثة، والحقيقة أن هذه المسألة مسألة خلافية قوية بين العلماء المعاصرين. وعلى كل، ثبوت الهلال بالرؤية مجمع عليه، وثبوت الهلال بكمال الشهر الذي قبله هذا أيضا مجمع عليه، أما إثباته بالتلسكوب وبهذه الآلات الحاسبة الآن فهي مسألة خلاف بين العلماء، يستأنس بها ويستعان بها، ولكن الظاهر أنه لا يمكن الاعتماد عليها اعتمادا قويا. وله في حديث أبي هريرة: فأكملوا عدة شعبان 30، نعم هذا ذكرناه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث فيه كلام، وهو عند أبي داود وصحه الحاكم بن حبان. قال: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال معناه بحثوا عن رؤيته، معناه أن الناس نظروا وبحثوا في هل يرون الهلال، فهذا هو معنى تراءى الناس الهلال. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فابن عمر وحده رآه دون غيره. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، وهذا يدل على ثبوت هلال رمضان برؤية راء واحد، وهذا قول لبعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قال إن رمضان لا فرق بينه وبين بقية الشهور، فلا يثبت إلا برؤية عدلين على الأقل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. هذا أيضا الحديث أيضا فيه إثبات رؤية هلال رمضان بشهادة مسلم واحد، وهذا أيضا الحديث أيضا فيه مقال. وعلى كل، هو يشهد لمذهب الشافعية والحنابلة القائلين بثبوت
هلال رمضان برؤية العدل الواحد. وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الشرط الأول من شروط صحة وشروط وجوب صيام رمضان هو ثبوت رمضان بأحد هذه المثبتات، إما برؤية عدل أو عدلين، عدل عند من أجاز ذلك وعدلين عند الكل، أو بتمام شعبان أيضا 30 يوما. فإذا ثبت رمضان فيجب على الناس الصيام، فماذا يفعلون؟ يبيتون الصيام بليل، فلا بد من تبييت الصيام في الليل. فمن شروط صحة الصيام تبييت الصيام بالليل أو مع الفجر، لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وللدار قطني: لا صيام لمن لم يفرضه بليل، معناه لمن لم يعزم عليه ويقدره بالليل. فإذا من شروط صحة الصيام تبييت النية، هذا عند الجمهور، سيستوي في ذلك صوم الواجب والنفل، وقد أجاز بعض أهل العلم ابتداء النفل بعد طلوع الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ظاهره عند من رأى أن النافلة أو نفل الصوم أو صيام التطوع يمكن أن يستأنف بعد طلوع الفجر، فاستدل أيضا بهذا الحديث. وأما من لم يجز ذلك فقال قوله: فإني إذا صائم، لا يدل على أن نيته حدثت الآن، وإنما كان قد بيت نية الصيام وهم بقطع الصيام في أثنائه، وهذا يدل فقط على إمكان أن يفطر الإنسان الصائم المتطوع، أنه بإمكانه أن يفطر في نهار رمضان إذا وجد ما يأكله، لا أنه في الأصل إنما ابتدأه ذلك الوقت. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ نعم. قلنا: لا. فإني إذن صائم. ثم أتانا يوم، اليوم الآخر أيضا واضح بهذه المسألة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. إذا توفرت شروط الصيام وصام الإنسان يومه حتى أقبل الليل من ها هنا وها هنا، فإنه يندب له تعجيل الفطر، ويندب تعجيل الفطر، ويندب الفطر على الرطب إن كان موجودا، وإلا فتمرات، فإن لم يوجد التمر حسى حسوات من ماء. فإذا يندب تعجيل الفطر، وكونه بالرطب أو التمر أو كونه على الماء. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم. وهذا الحديث يتوارد مع الحديث السابق، وكله يدل على ندب تعجيل الإفطار، لكن ندب تعجيل الإفطار هنا المقصود به بعد أن يتأكد الإنسان من مثلا انتهاء الصيام، معناه من غروب الشمس، بعد أن يتأكد من غروب الشمس، وليس معنى ذلك أن يفطر وهو شاك، فأن يتأكد من غروب الشمس، فمجرد يتأكد يندب له المسارعة إلى
الإفطار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك أيضا من السنن في الصيام تعجيل السحور، تعجيل السحور، والسحور هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر بعد ثلث الليل، من ابتداء ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر، فهذا الوقت يسمى سحرا. فتأخير السحور أن يكون قبيل طلوع الفجر بقدر 50 آية، فهذا أيضا من السنة. وسيأتي ربما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك أيضا يندب أن يكون فيه التمر، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم سحور المؤمن التمر. وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. إذن هذا الحديث تقدم معناه وذكرناه، أن الإنسان بالنسبة لما للفطر يندب له أن يفطر على رطب، فإن لم يجد رطب فليفطر على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على يحسو حسوات من ماء. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه قصة الوصال، وذكرنا سابقا أن الوصال مما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوصال معناه أنه إذا جاء الليل لا يفطر، فيبقى مستمرا على الصيام. فهذا الوصال لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاص به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل وينهانا عن الوصال كما قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم هنا، ولما نهاهم عن الوصال فلم ينتهوا استمر بالوصال بهم كالمنكل بهم والمعاقب لهم. نعم. أحد الطلاب يسأل: المتطوع لو خالف المعتاد عليه هل يقضي المعتاد عليه أم لا بأس؟ جيد، هذا سؤال طيب جدا. يقول المتطوع الإنسان الذي صام صيام تطوع ثم أفطر، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ العلماء يختلفون في هذه المسألة، فمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه عدم القضاء، فإذا كنت شافعيا فلا يلزمك القضاء. واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه. وأما الحنفية والمالكية والحنابلة فإنهم على أنه يلزم الإنسان قضاء مثل ذلك، وهذا عام في التطوع، فإن العلماء اختلفوا في مسألة التطوع بشكل عام، تطوع من الصلاة، من الصيام، من الصدقة، من أي تطوع شرع فيه الإنسان هل يلزم بالشروع فيه، أم أنه يبقى الإنسان بإمكانه التوقف عن عمله في أي لحظة. فمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المتطوع أمير نفسه وبإمكانه في أي وقت التوقف، يستثنى من ذلك
التطوع الحج وتطوع العمرة لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله.